لا تكون ليا صايب بخيار حياتي تيا لذلك ما فضلت نصبر حتى تكون ليا صايب أنا لقيت غزالية السلام عليكم اصدقائي واهلا وسهلا بكم اليوم بفيديو جديد. والله رجعت لكم ولا اهريكم فيديوهات خلاص انا فضيت. الحمد لله يعني هاي رجعنا على القناة مثل ما انتم شايفين وان شاء الله نضل نتواصل وننزل فيديوهات. اليوم الفيديو عن ديدن. ديدن انا على بالي انه ما كنت اعرفه ولكن طلعت اعرفه. اغنية صاي صاي انا هاي كثير احبها بس على بالي بس العقبة جمال. طلع ديدن كمان يغني فيها ما شاء الله. ديدن طبعا هو انا ما راح اقول هو نمبر 1 رقم 1 لانه سول كينج بدون نقاش هو نمبر 1 لكن هو رقم 1 بالجزائر. هو خارق الترند خارق ام الترند الجزائري وخارق ام الترند ايش اسمه الافريقي. كله على ديدن ما شاء الله. يعني الزلمه ميزته انه يغني بالعربي مش بالفرنسي وهاي شغله كثير كثير حلوه انه يعمل راب بالعربي وبهالقوة هاي. يعني الفيديو الماضي الوالدة بأسبوع 16 مليون مشاهدة ما شاء الله. فعلا حارق أم دين اليوتيوب حارق الدنيا كلها حارق خارق متفجر. فأنا حاب أشكر هالشخصين كثير على دعمهم إلي بالتعليقات. هم أكثر شخصين علقوا عندي بالتعليقات. يعني أنا قام أتفرج على التعليقات وأشوفها ما شاء الله. شكرا شكرا لدعمكم هذا إذا أثبت على شيء أثبت حبكم إلي. شكرا شكرا كثير واتمنى كمان تدعمون هذا الفيديو. وبس يعني بس انا حاب اقول لكم شغله. الاشعارات عندي انا عندي 150 الف مشترك والاشعارات قامت توصل بس ل 5% من 150 الف شخص قامت توصل بس ل 5% يعني لل 7000 او 6000 شخص فقط الاشعارات قامت توصل. يبدو ان اليوتيوب قام يعاقبني انه يعني ظليت سنه غايب عن اليوتيوب نزلت فيديوهات فالاشعارات ماتت عند الكل. فاتمنى تظلون تتواصلون بالدعم. شكرا يعني شكرا انا هذا الشيء ما انسى لكم اياه. طبعا امبارح نزل ديدن اغنيه جديده اسمها افريكا سيتي فاليوم نعمل عليها رياكشن ونشوفها ونشوف ديدن ومع سيفج بلوك انا ما اعرفه بس كانه مش على قناه ديدن كانه على القناه اللي اصلا اللي تصدر له الاغاني. والفيديو طوله 2:40 يعني مش طويل. اوكي خلونا نبلش. سوزوكي سيفج هي حاطت شنطة شغل الجانجستر دائما يحطون هاي الشنطة هنا وهيك يمشوا بالشوارع. كأنه ديدن حاطوا شم هنا أو شم رشاش. يعني الأغنية إلى الآن كويسة. انا عجبني بهذا الفيديو. يعني هو
جانجستر يعني على كل الأحوال، ولكن ما أظهر لك بمخدرات أو شيء، يعني ما شوفك طريقة البيع، طريقة المخدرات، كل هاي شغلات الجانجستر عبارة عن فيديو بسيط بالشارع، سيارات، جماعة ويرقصوا مع بعض وخلاص جانجستر. بس مش أنا يعني هاي هيك ستايل أنا أحبه، ستايل خفيف نظيف يعني، ما كمان ما يأثر على الأطفال كثير. لكن أنا مثلا ستايل بي إن إل، أنا أخوي كثير يحب بي إن إل، يعشق بي إن إل 24 ساعة، سيمبا ونيتسوكا وما أعرف صار يعني بي إن إل. المهم أنا بي إن إل ما أسمع له، ليش؟ يعني هم جزائريين، منهم جزائرية، لكن ما أسمع لهم لأنه كثير 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 فيديوهاتهم عن المخدرات وعن العصابات وما أعرف إيش من القصص هاي، فما أتفرج عليهم. لكن هذا الفيديو ما أظهر لك بمخدرات، ما أظهر لك شيء، الزلمة يعني جانجستر على بساطة يعني، وهذا شيء حلو جميل. تخلطت مقلوبة وطلعت عالبس، كانوا الأراس صمتوا 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 قروني اللي خرجوا أدوك الناس، سحورك في كاس جني اللي في العون، فهرام الجيسك يأمون كاره الفاس، طر الرقاس من دريب الدبانة يمقلق الزانة رميها في الأس، سواقنا طورين وكان أغضى فولي تسوى خدش تسوى لح الناس يا جاكي يا جوجو ما جوجو نجم يدوه في الناس شو أكر اللعبة هنا ايش قال؟ ما فهمت ولا كلمة والله عيد يا جاكي يا جوجو ما جوجو نجم يدوب نعاس شو اقر اللعبة ما فهمت بس نعاس كلمة نعاس بس حلو هاي الوشم الرشاش على رقبتك يعني عجبتني، رغم ان انا ما مستحيل اني اوشم على جسمي لكن وشم حلو يعني وشم صغير هيك. الفيديو كثير كثير حلو عجبني، وهاي لايك احلى لايك والله، تستاهل لايك وتستاهل كل الدعم وتستاهل فعلا انك خرقت كل الترندات. بس ليش منزلها مش على قناتك؟ لو انك منزلها على قناتك مو احسن؟ هذا خطاب مباشر له. بس ما يفرق يعني، الأغنية كثير حلوة أفريكا سيتي. أنا أعطيتكم رأيي شوي بها، لهون يكون خلص الفيديو. أتمنى تشارك الفيديو بكل مكان وتتابعني على إنستغرام على كل مكان إن شاء الله، والمستقبل أنزل فيديوهات أكثر. بس أتمنى دعمكم لأنه ما قام تصل الإشعارات لحد، عدتها أكثر من مرة وصلتكم بها أعرف، ولكن هذه الحقيقة. ما أعرف إيش أحكي لكم، خلاص لو ننهي الفيديو خلونا نتفرج على نرجع نعيد الفيديو نتفرج عليه من جديد. بس من يطلق جديد، آسف يا سيدي يعني أنت كويس ولكن جديد أقوى منك. طبعا حبيت أبارك للمنتخب الجزائري على فوزهم على نيجيريا 1-0، فألف مبروك يعني، هي لعبة ودية لكن ألف مبروك مع ذلك. وهاي عدتي أنا عدت يعني، ما عندي غير هاللابتوب وهذا والموبايل قام أصور بي، الله وكيلكم بس، وهذا اللابتوب الله وكيلكم مش حالة. المهم تابعوني على الانستغرام أو على سناب شات ونشوفكم بفيديو جديد.